لعيب يرفع كرة في العمود الثاني ناحية الشاملي وأول هدف. قادك الشاملي وأول هدف بعد مرور 16 دقيقة. قادك الشاملي الذي يحسن التموقع يتجه مباشرة إلى أنصار بلدية وهران بكثرة شوط المدرجات. حرام على هؤلاء الأنصار أن يحرموا من وجودهم في مدرجات ملعب شهيد أحمد زمانة. أنصار من ذهب مع فريقهم بلدية وهران وأول هدف لقادك الشاملي في الدقيقة 16 لبلدية وهران. شوف كان متوقع تمركز قادة أمام اثنين من المدافعين يخادع الحارس الزيون مرحبا.